السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آسف جدا يا جماعة، معلش احنا انتظرنا ناس كتير حجزت فملت يعني الغرفة مخصص لها يعني 25 واحد عشان ما تزيدش قوي وكده، بس في ناس كتير حجزت وفي ناس ما جاتش، في ناس بتقول لنا بقى احنا عايزين نخش لقينا الحجز اتملى يعني. فقلت لهم عموما يعني سواء السيمينار المجاني ده التعريفي ده ان شاء الله او المحاضرات كلها هتبقى متسجله صوت وصوره ان شاء الله، فمحدش يقلق. انا ان شاء الله هنشر السيمينار التعريفي ده، في ناس كتير عارفه الشهادات الدوليه، واللي مش عارف هنقول دلوقتي ان شاء الله هنقول ايه هي الاي اف ار اس وايه هي الاي سي سي اي وايه هي شهاده السيرتيفاير اللي احنا هنبدا فيها ان شاء الله، ايه هي السي ام اي بارت 1 وبارت 2. وهنتكلم كمان، انا عامل لحضراتكم ملف شرح كيفية الدخول على القاعة وازاي تعمل حساب مجاني على الموقع دوت وكل حاجة، يعني الناس ايه تتابع ازاي السيمينارات وازاي تتابع المحاضرات وان المحاضرات مسجلة وانت اي وقت هتخش يعني ان شاء الله في مزايا كتير قوي في التدريب اونلاين. هنتكلم ان شاء الله دلوقتي في الشهادات والكورس بتاعنا وفي المتابعة على النت. لو الصوت فيه حاجه يا جماعه الصوت او الصوره او اي حاجه مش واضحه يا ريت تقولوا لي. انا بعتذر بس ان انا دلوقتي بس ان احنا اتاخرنا معلش علشان بقيت الناس اللي كانت بتكتب. طب اللي سامع كويس وشايف كويس يكتب واحد بعد اذن حضراتكم، نكتب واحد بس اللي سامع او شايف كويس. الصوت عالي مثلا، في صدى في الميكروفون، ابعد الميكروفون شويه اقربه شويه، اللي عايز حاجه يكتبها يعني، لان انا بس هستاذن حضراتكم في وقت معين هقفل الشات. الساوند كويس؟ طب الله يكرمك يا استاذ سلامه، ربنا يكرمك يا استاذ هشام، منورين كلكم، واستاذ مصطفى واستاذ حسام وكل حضراتكم من غير ما ننسى حد. معلش في ناس كتير حجزت الظاهر ومالت اعداد اكتر من الغرفه الصوتيه، بس هيبقى الفيديو متاح ان شاء الله. انا هستاذن حضراتكم كده 10 دقايق او ربع ساعه، نتكلم بسرعه، اقول كل اللي عندي وافتح الشات، اللي عايز يسال انا تحت امره في اي حاجه. اوكي، ولا في حد عايز يقول حاجه دلوقتي؟ اللي عايز يسال يتفضل. هنقفل بس مسافه ما اقول اللي عندي وبعد كده اللي يسال يتفضل. ها نبدا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب انا بقول ان احنا ان شاء الله هنبدا في الشرح السيمينار ده، يعني بنشرح ايه هي الشهادات الدوليه اللي هي الاي اف ار اس اللي بتديها الاي سي سي اي اللي هي المنظمه الكبيره المعروفه من في بريطانيا، بنسميها ايه سيرتيفاير ليه او سيرت اي اف ار، يعني الشهاده سيرتيفيكيت، اختصار سيرتيفيكيت ان انترناشونال فاينانشال ريبورتنج، لان هي عندها شهادات تانية، عندها مثلا دبلومه فبتكتب دي اي بي دبلومه في الاي اف ار اللي هو الانترناشنال فاينانشال ريبورتنج. هنتكلم في الاقتصاد دلوقتي، هنتكلم في الاقتصاد كلها. منور يا استاذ عادل. هنتكلم في التفاصيل دي كلها ان شاء الله مع بعض، وهنتكلم في الامتحان الاشتراك بتاعها ازاي، الامتحان بتاعها ازاي، الماتيريال السيلابوس اللي هو المنهج، المحاضرات بتاعتنا نظامها ايه، ننجح فيها ازاي، نحل مسائل ازاي، الماتيريال ايه، كل حاجه ان شاء الله. المعايير الدوليه الجديده، لان هي معايير دوليه، ممكن اي حته في العالم حازم حسن مثلا هنا في الجمعيه الايه جمعيه المحاسبين والمراجعين المصريه بتديها، انت ممكن تروح مثلا نقابه المتجرين تديها، بس هل هتاخد شهاده من دي ولا تاخد شهاده من الاي سي سي ايه؟ طبعا حاجه دوليه معترف بيها في العالم كله، الشركات المصرية الكبيرة المالتي ناشونال وشركات الخليج والشركات دي تتجنن لما بتشوف الشهادات الدولية دي، حاجات اللي هي السي هات سي بي اي سي ام اي سي اي اي سي اف اي، الحاجات الامريكية او الحاجات البريطانية كمان قوية جدا. الاي سي سي اي النهاردة يعني الاي سي سي اي اللي الشهادة الكبيرة اللي زي ما كان بيتكلم فيها الاستاذ مصطفى هي 14 بارت 14 كتاب. النهارده الناس بتقول لك دي خلاص ادت السي بي اي بالكتف، يعني ادت السي بي اي الامريكيه بالكتف، يعني بقت اقوى منها. شوف بقى ازاي.
طيب امال ايه بقى السيرت اي اف ار دي بقى؟ عاملاها الاس سي اي بس المعايير المحاسبه الدوليه، انما الاس سي اي كلها الشهاده الكبيره، يعني هي 14 كتاب في المحاسبه بقى كلها جايبه لك من اولها. حتى الراجل لسه كان بيحكي لنا بيقول لك انا ايه، قالوا لي لا ابدا من الاول ما تاخدش اعفاء وادرس الاربعه اللي من الاول خالص، مع ان انت الاعفاءات بتوصل لسبعه في الاس سي اي، يعني بيديك اربعه البكالوريوس لو انت واخد مثلا جامعيه المحاسبين والمراجعين المصريه، لو واخد السي ام اي، لو واخد حاجه بيعفي لك ثلاثه كمان، فممكن تتعفي من سبع اجزاء او سبع كتب من شهاده الاس سي اي وتدرس انت سبعه بس. طبعا هي يعني هي كلها بس الواحد الناس بتبص للتكاليف والوقت وكده، انما واحد يقول لك انا عايز اتاسس، انا فعلا انا عايز ادرس الحاجات دي. طيب سيبنا من الاس سي اي وسيبنا من الشهادات الدوليه، هنتكلم نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نتكلم في الحاجه اللي احنا معانا دلوقتي اللي هي الاي اف ار اس. عندنا شويه ابريفيشن. يعني ايه ابريفيشن؟ يعني اختصارات العالم كله بيتكلم بيها. بيقول ايه بقى الابريفيشن دي؟ اللي هي ايه، انا جايب لحضراتكم كده، انا الماتيريال اللي انا عاملها وعاملها بحيث انها تنفع للي هيخش دبلومه من الاي اف ار اس، او تنفع للي هيخش السيرتيفيكيت الشهاده. الشهاده حنينه شويه، واسمك معاك شهاده دوليه في معايير المحاسبه الدوليه. الدبلومه قويه صعبه، امتحانها صعب لان هو ريتن، بتروح البريتش كانسل هنا في مصر وبتمتحن ريتن يدوي، لازم الانجليش بتاعك يبقى قوي جدا. انما الشهاده مالتيبل تشويز كويتشن بتمتحن 25 سؤال على النت، فامتحانها ان شاء الله ممكن يعني ايه تذاكر وتاخدها سهل جدا. انما فهنتكلم برضو بالتفصيل. طيب عندنا لو جينا نتكلم النهارده بقول ان في حاجه اسمها اي اف او اس، وفي حاجه اسمها اي سي سي اي بتدي شهاده تدريب الناس، هي بتعتمد الناس ان اللي عارفين اي اف ار اس الشهاده دي اسمها سيرت اي اف ار. يعني ايه؟ يعني الشهاده الدوليه في معايير المحاسبه الدوليه من المؤسسه اللي اسمها الاي سي سي اي. اتفهمت كده يا جماعه؟ انا استاذن بس حضراتكم، هنتكلم كلمتين وبعد كده افتح الشات اللي مش فاهم اي حاجه، اللي عايز نعيد اشرح اي حاجه تحت امره في اي حاجه. طيب ايه الابريفيشن دي؟ الاختصارات، عشان اقول انا بدرس معايير محاسبه دوليه لازم ابقى فاهم الاختصارات دي. الاي اف ار اس او الناس بت بت ب ما بت بتقولهاش بت انا بقول بالتفصيل بس معلش شويه عشان يبقى واضح للناس، ما حدش يعني الناس بتنطقها ايفرس بس مش ايفرس، يعني هي برضو ما هيش كلمه، هي اختصار مثلا احنا مثلا عندنا ايه، يقول لك مثلا الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، عندك خمس ست كلمات. الامريكان والانجليز والاجانب دول ما بيقعدش بقى 100,000 كلمة، هو بص يا عم الشركة تبقى شين، ياخد اول حرف من شين، المصرية تبقى ميم، خدمات يبقى خلاص يبقى ايه هياخد اول، بس انا مش عارف دي لو اختصرناها تبقى شمخة، يعني مش عارف شين ميم خا، يعني الشركة المصرية للخدمات. طيب انما هنا قال لك ايه، بياخد انترناشونال يعني دولي، فاينانشال مالي ريبورتنج تقارير ستاندردز. فقال خدك الاي والاف والار والاس، فهم بتتنطق ايفرز. ايفرز يعني اي اف ار اس. الامريكاني يقول لك ايفرز، انما الاوروبيين يقول لك ايفرس، يعني بينطق كل حرف، يعني يقول لك اي اف ار اس بس بيقولها بسرعه يعني. طيب ده اختصار لإيه؟ مش دي معايير المحاسبة الدولية؟ لأ، معايير المحاسبة الدولية هي اللي تحتيها دي الـ IAS International Accounting Standards. ده الترجمة الحرفية، معايير المحاسبة الدولية International Accounting Standards. الله، أما الـ IFRS اختصار إيه يا عم؟ تتلخبطنا؟ لأ مش هلخبطك، دي كانت كوميتي، لجنة بتعملها، اللي هي المعايير القديمة اللي اسمها معايير المحاسبة الدولية IAS، واستحدثت بعد كده في 2001 بورد بقى ايه، مجلس، بس هو اسمه ايه، الستاندرد سيتر، اللي هو معد المعايير المحاسبه الدوليه، عدل في الاي اي اس واستبدل بعض الاي اي اس باي اي اف او اس.
يعني انت عايز تقول لي ان الاي اف اس الترجمه الحرفيه ليها ايه؟ معايير اعداد التقارير الماليه بالشكل بقى الجديد، اللي هو بيقول لك ايه، كل شويه ممكن كل كام سنه كده يلغي وحده اي اي اس ويصدر اي اف ار اس، تمام كده، يدمج اتنين او ياخد جزء من الاي من اي اس وينشئ واحده اي فارس. هتيجي بعد كده في الورق ده اللي انا عامله ده لحضراتكم هتشوف ان هو بعد كده يقول لك بص بقى، لما اقول لك كلمه ان انت بتدرس اي فارس او بتاخد شهاده دوليه في دراستك بتثبت دراستك للشركات اللي هتشتغل فيها، ممكن ربنا يكرمك تشتغل مدير مالي، ممكن تشتغل في بوزيشن كويس، الشهاده دي بتثبت انك انت درست الاي فارس بس؟ لا، انت درست الاي اف ار اس وتفسيراتها، الانتربريتيشن بتاعتها، ودرست الاي اي اس وتفسيراتها. الله، يعني اربع حاجات. شوف بقى ازاي، هنعرف بالتفصيل مع بعض، بس خلينا احنا لسه في اول ورقه بنقول ان انا عايز افهم الابريفيشن اللي هي الاختصار اي اف ار اس اللي هي انترناشونال فاينانشال ريبورتنج ستاندردز، اي اي اس انترناشونال اكاونتنج ستاندردز. طيب طولا ايه ده؟ حاجه دي دوليه موجوده في العالم كله، انما الاي سي سي اي دي مؤسسه في بريطانيا اسمها ايه، اسوسيشن اوف شارتر سيرتيفايد شارترد اكاونتنتس. يعني ايه؟ يعني المؤسسه او جمعيه المحاسبين القانونيين المعتمدين او حاجه زي كده، المحاسبين المعتمدين او المحاسبين القانونيين يعني عايز تقول لي حاجة مثلا زي جمعية حازم حسن هنا اللي هي اسمها جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، حاجة مثلا زي الاي سي بي اي في امريكا، بس مثلا عندنا في مصر مش واخدة الصيت الدولي قوي، مش قوية، بس برضو قوية عندنا في مصر، اللي هي الاي اس اي اي، اللي هي بدليل ان الاس سي اي معترفة بيها وبتديك تلات كتب اعفاءات في دراسة الشهادة الكبيرة بتاعت الاس سي اي اللي هي 14 كتاب، انما في السيرت اي اف ار اس ما هو كتاب واحد، يعني هم يعني ما فيهاش اعفاءات. فانا بقول لك يعني ان عايز اقول لك ان جمعيه المحاسبين والمراجعين المصريه مش وحش، معترفين بيها برضو، بس مش زي بقى الايه، حاجه في بريطانيا زي الاي سي سي اي دي هتعرف بعد كده ان هي معترف بيها في 140 دوله، كل الدول اللي بتطبق المعايير تروح تقول لك البلد اللي فيها المعايير اللي فيها الاياسب البورد اللي بينشئ المعايير اروح اتعلم معايير عندهم، او اتعلم في بيتنا او في بلدنا زي هنا كده واخد شهاده من عند دول، تمام كده يا جماعه. يبقى دي الايه، الاي سي سي. طبعا انا هفتح الشات لاي حد عايز يسال سؤال. طيب يبقى الاي سي سي ايه؟ هي الاسوسيشن اوف شارترد سيرتيفايد شارترد اكاونتنتس. طيب اما للسيرت اي اف ار، هي دي بقى الشهاده بتاعتنا اللي احنا ان شاء الله هناخد الكورس في مدار 3 شهور يومين في الاسبوع هنشرحها باذن الله. سيرتيفيكيت ان انترناشونال فاينانشال ريبورتنج. شهاده دوليه في دراستك لمعايير التقارير الماليه او الاي اف ار اس، يعني ان انت مين معتمده من مين؟ معتمده من الاي سي سي اي. مش هتعرف ايه يعني ايه، مش هتعرف قيمتها الا لما تعرف ايه هي الاي فاس وايه هي الشهاده دي ومين اللي معتمدها، ايه هي الاس سي اي دي، صح ولا لا؟ في شهاده تانية بتديها الاس سي اي اسمها الايه، الديب اي اف ار، اللي هي اختصار ايه، دبلومه ان انترناشونال فاينانشال ريبورتنج، دي اللي بقول لحضراتكم ان هي ريتن، الامتحان فيها ريتن صعب شويه، بتروح البريتش كونسل وبتقعد تكتب في ورقه وبتاخد انت مش عارف 3 ساعات ولا ايه يعني. انما السيرت اي اف ار دي سهله ورخيصه، يعتبر ارخص واسهل شهاده دوليه في العالم كله وقويه جدا، وبتديك اثبات واعتماد في العالم كله معترف بيها ان انت راجل دارس معايير محاسب كواليفايد جدا، معترف بيك من 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 اقوى المنظمات في العالم. الاي سي سي اي مش انجليزيه بس، دي مثلا السي ام اي معترف بيها وعامل اتفاقيه معاها، السي بي اي، كل الشهادات الدوليه معترف بيها جامد جدا يعني. طيب خلاص عرفنا الشهادتين، في 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 حاجات تاني بس دول الاشهر يعني.
يعني مثلا في معهد الاي سي بي اي اللي هو المعهد اللي بيدي السي بي اي في امريكا، بيدي اي اف ار اس، بيدي شهاده في الاي اف ار اس. طيب اما الايه الاياس بي بقى، كل دي احنا بنقول ايه ابريفيشن. في حد مش فاهم يا جماعه؟ اللي فاهم يكتب واحد كده، اللي مش فاهم حاجه او عايز نعيد حاجه يكتب اتنين بعد اذن حضراتكم. اللي فاهم يكتب واحد. تمام، استاذ مصطفى معانا الحمد لله، واستاذ تامر ما شاء الله. حد مش فاهم يا جماعه؟ واستاذ عادل منور الدنيا. الراجل ده كان دارس معانا كتاب دونالد كيسو قبل كده. منور يا استاذ محمد. تمام الحمد لله احنا كده مع بعض. طيب عرفنا ايه هي الاي اف ار اس او الاي فرز، عرفنا الاي اي اس المعايير المحاسبه الدوليه القديمه اللي هو موجود منها متبقي منها بس ما بقوش 41 زي الاول، بس كل شويه بيقلوا وبيزودوا في الاي اف في الاي اف ار اس اللي هي الاي فرز الجديده، المعايير الجديده اللي بيتم استبدالها. وعرفنا ايه الاس سي اي، ايه هي الشهاده اللي احنا هندرسها، السيرت اي اف ار والدبلومه، نفس المعايير ونفس المنهج بس الامتحان الدبلومه صعب ومرتين في السنه بس، شهر 6 وشهر 12. انما السيرت اي اف ار ممكن تدخل في اي وقت، تشترك عندك 3 شهور وتخش من عندك في البيت تمتحن في اي وقت، كله كمبيوترايزد يعني ما حدش بيعلم لك، يعني انت بتمتحن. هنعرف دلوقتي الامتحان ازاي وبتعرف نتيجتك وانت قاعد، وليك 3 محاولات، اول واحده ما نجحتش بتحاول تاني. فهي سهله جدا ان شاء الله ورخيصه جدا، ارخص شهاده دوليه موجوده. ال وليها اثبات دولي قوي جدا. طيب الاي اي اس بي او اللي بينطقوها اياس، ما حدش بيقول اي اي اس بي، بيقولوا الاياس. ايه الاياس بي دي؟ ده بقى اللي هو الايه، الستاندرد سيتر اللي هم واضعي المعايير، دول مكانهم فين؟ في لندن. طيب نقرا بسرعه، انترناشونال اكاونتنج ستاندرد بورد، هو ده اختصار اي اي اس بي اللي هي بينطقوها اياس. ان انترناشونال ستاندرد سيتنج بودي based in London، انشئت كام سنة 2001. كان ايه سلفها اللي هي القديمة اتلغت؟ الاياسك. ايه الاياسك دي؟ International Accounting Standard Committee. بس كده الاسم اتغير؟ لا، الاشخاص كمان اتغيروا والهيكل، وهنعرف ان شاء الله لما ندرس مع بعض ان الاول دول كانوا ناس volunteer، الناس متطوعين وبيشتغلوا بارت تايم، انما بعد كده اصبحوا لا بقى ليها كيان لما عملوا الاياس بقى سنه 2001، وبقى في دول كتيره بتدعم العمليه اعداد المعايير. طبعا كانت نشأة من سنه 73 بسبب نشأة الاتحاد الاوروبي، وقال لك احنا محتاجين كل الشركات تتكلم لغه محاسبيه واحده، يعني ما يبقاش ده بيعمل ميزانيته بطريقه وده بطريقه ومش عارفين. لا طب هنتكلم في التفصيل ان شاء الله في كل ده. الابريفيشنز دي كده مفهومه يا جماعه؟ طيب الحمد لله نكمل. هنا لو قال لي ايه هي الايفرس، الايفرس هي الانترناشنال فاينانشال ريبورتنج ستاندرز، معايير اعداد التقارير الماليه، جميل جدا. هي عباره عن ايه؟ از ا جلوبال سيت اوف اكاونتنج ستاندرد. يا سلام، كلام جميل جدا. يعني ايه جلوبال سيت؟ يعني مجموعه عالميه من معايير المحاسبه. الله، هو احنا لما كنا في الجامعه كان يقول لك ايه؟ كان يقول لك الجاب زمان. انا اصل انا راجل قديم، انا دفعه 95 جامعه القاهره، فكان زمان يقول لك ايه الجاب. ايه الجاب ده؟ اللي هو الجنرالي. مين يعرف يا جماعه؟ ها، مين حد يعرف الجاب؟ فاتحين الشات اللي يحب يكتب. الجاب اللي هو ايه؟ جنرالي اكسبتد. برافو ما شاء الله، ها الناس بتجاوب معانا. اكسبتد اكاونتنج برينسيبل، حلو قوي. يعني ايه مبادئ المحاسبه المتعارف عليها؟ بس دي ايه؟ خد بالك دي في بلد معينه، يعني الجاب الامريكي. يعني ايه الجاب الامريكي؟ يعني المبادئ اللي في المجتمع الامريكي متعارف عليها في المحاسبه. وفي الجاب المصري، وفي الجاب السعودي، في كل حته. طب وممكن يختلفوا مع بعض؟ يختلفوا، بس طبعا في فرعيات. جت حته ان انا محتاج اوحد اللغه العالميه، بص بعمل ايه؟ بص كلمه جميله جدا، جلوبال سيت اوف اكاونتنج ستاندرد، حاجه بقى على مستوى العالم كله، مجموعه عالميه او دوليه من
المعايير المحاسبه ديفلوبد باي انترناشونال اكاونتنج ستاندرد بورد اللي هي الاسب، موجوده فين؟ في لندن. ذات از بيكامينج ذا جلوبال ستاندرد فور بريبريشن اوف بابليك كومباني فاينانشال ستيتمنت. جميل جدا. بص بيقول لك ايه، فوكس ان شيفتنج فروم ناشونال تو انترناشونال ستاندرد. خلاص بقى بيطلعك من الناشونال ستاندرد المعايير المحليه بتاعتك، تتكلم بقى لا انت بتطلع بقى لفوق للانترناشونال ستاندرد، خلاص الناس كلها تتكلم لغه واحده. فهو بيقول لك التطورات اللي حصلت، هنتكلم طبعا في الكورس ان شاء الله في التطورات. هنا بيقول لك الاوروب هاز اوريدي موفد تو اي اف اس، اوروبا كلها خلاص بقت شغاله اي اف اس فور ليستد كومباني اند كونسلتيتد اكاونتس. كل الشركات المقيده والعامله في البورصه وكل الشركات اللي هي المالتي ناشونال، الشركات الضخمه اللي هي ليها بيرنت وسبسيدري، الشركات التابعه والقابضه، والشركات اللي هي اللي بيسموها ايه الجروب، يعني مجموعه من الشركات، الشركات الكبيره كله عايز يقول لك ان كل الشركات اللي عامله في اوروبا بقت ايه ادابتد. يعني ايه ادابتد؟ يعني خلاص بتطبق الاي اف ار اس تماما، ملتزمه بيه اكنه قانون بالظبط. طيب وبعد كده من بعد تقريبا 2011 دخلت اليابان وكندا، واليو اس اي كانت اكبر الاقتصادات يعني، وما زالت طبعا اكبر الاقتصادات العالميه اللي هي ايه بتعافر شويه، مش عايزه تطبق الاي اف ار اس. ليه بقى؟ يعني عشان اليو اس جاب قوي جدا وهم يعني بيتباهوا بحاجتهم. فهو قال لك بقى ايه اكتر ناس كانت يعني عاملة اتفاقية لوحدها عشان تعمل حاجة اسمها ايه كونفيرج. كونفيرج يعني ايه تقرب شوية، تتوافق. مش هتطبق الايفرس 100%، مش هتطبق المعايير الدولية 100%، انما عايزة تتوافق. هنا بيقولك اهو in United States since 2002 efforts have been underway to converge of IFRS and US GAAP. عايز يقرب شوية الايفرس مع US GAAP. الاياسب دي اللي موجوده في لندن اللي احنا قلنا عليها، البورد مجلس اعداد المعايير المحاسبيه او معايير المحاسبه الدوليه في العالم كله موجوده في لندن، يعني اوروبا. نشاه الاتحاد الاوروبي كانت في لندن سنه 73، وقالوا ان احنا عايزين نوحد اللغه ما بيننا ونبقى فاهمين كلنا محاسبه بنتكلم لغه واحده، وانتشرت العدوى في العالم كله وكله بقى ادابتد. الا مين بقى؟ الأستاذة أمريكا دي اللي معاها. قال لك بقى هنا إيه، عاملين اتفاقية مع حاجة اسمها الفازب. الفازب ده إيه؟ أهو بيقول لك اليو إس ستاندرد سيتر اللي بيعد المعايير المحاسبية في أمريكا اسمه الفازب، منظمة الفازب. بيعمل إيه بقى مع الأياسب اللي في لندن اللي هي في أوروبا؟ بيعمل حاجة اسمها كونفيرج. بيتقارب، بيحاول يقرب اليو إس جاب مع الأيفرز. انما بقى غالبيه بقى الناس ايه ادابتد مش كونفيرج بقى. ها مين فهم الفرق بين الكلمتين يا جماعه؟ الادابشن والكونفيرج، او ان انت تبقى ادابت بتطبق المعايير 100%، والكونفيرج ان انت تكون بتقرب منها. بص هنا بيقول لك بقى ايه، من النهارده بقى 2005، احنا في 2015 مور ذان 140 كانتريز هاف اوريدي ادابتد. اكتر من 140 دوله النهارده ملتزمه بتطبيق ايه معايير المحاسبه الدوليه الايفاس. شوف بقى ازاي النهارده لما بتاخد الشهاده دي ايه، طب هتيجي بعد كده يقول لك ايه ان الناس ال 140 دوله دي بيبعتوا الناس يتعلموا في الاس سي ايه. شوف بقى ازاي، ليه؟ لان هي بلد البلد اللي بتعمل المعايير نفسها. طيب كلمني هنا تاني ايه، توداي بزنس ار كروسنج زيرو ناشونال باندرز. يعني الاقتصاديات او الشركات بقت تعدي النهارده الناشونال باوندرز، يعني الحدود الجغرافيه بتاعتها. بومتنج ذا سينكرونايزيشن اوف اكاونتنج ستاندرد اكوس ذا جلوب. يعني ان هي طالما في شركه مثلا مالتي ناشونال، مثلا هنقول مثلا شركه زي شركه العربيات مثلا، نقول كيا مثلا، شركه مش عارف هينداي، شركه اي شركه بتاعت عربيات ليها فرع في ألمانيا، ليها فرع مش عارف بتاع ديت كوريا، دي كيا دي كوريا، واخد بالك، ليها فروع في كذا دولة في العالم.
اما كل فرع يعمل محاسبة طبقا للجاب اللي هو فيه، يعني يعمل قوانين المحاسبية طبقا للجاب اللي هو فيه، هل هيتفهم هيفهموا بعض؟ ها هيفهموا بعض يا جماعة ولا لا؟ طبعا لا. هل هعرف اقارن انهي فرع اكتر؟ طب ما هو ده بيعمل بطريقة وده بيعمل بطريقة، او مش موحدين العمل المحاسب، مش موحدين الاسس. اي نعم في اختلاف في السياسات المحاسبية، والايفرز ما بيمنعش اي اختلاف، انما ايه، انما لازم يبقى في عندي ستاندرز، معيار. يعني ايه معيار؟ يعني حاجات موحدة امشي عليها. فهنا بص بيقول لك ايه، the application of IFRS will lead to better financial comparisons. ان انا اعرف اقارن الميزانية دي بالميزانية، شوف comparisons مقارنات، اقارن الميزانية دي بالميزانية دي، يبقى لازم العامل دي ماشي بنفس المبادئ المحاسبية او معايير المحاسبة اللي عامل بيها دي. الصوت واضح يا جماعة ولا في حاجة مش مفهومة يا جماعة؟ في حاجة مش مفهومة؟ تمام الحمد لله. طيب شوف بقى تطبيقك للايفرز بايه، بيديك بيتر فاينانشال كومباريزونز. الفرع ده كسبان، لا الفرع ده احسن، الفرع ده كفاءته عاليه، الفرع ده بيحقق خسائر، الفرع الله. انت قارنت ازاي؟ القارئ العادي حتى اللي هو مش محاسب يقدر يقارن. هيقول لك بعد كده ان القوانين الماليه دي لازم اي حد يفهمها. شوف بقى ازاي، ايه المقارنات بس؟ لا، and enhanced transparency. يعني ايه؟ يعني بيقوي لك حته الشفافيه، كل شويه يقول لك افصاح ديسكلوجر، كل شويه يقول لك ما بتخفيليش معلومات، صح ولا لا؟ خدوا بالكم يا جماعه، انا بتكلم بحاول ابسط المعلومه، بتكلم عربي، ما بحبش ان انا اقرا كله انجليش. وان شاء الله في الكورس هيبقى نظامنا كده، يعني بنتكلم انجليش والماتيريال كله ما فيش كلمه عربي، يعني كله انجليش، انما احنا بنتكلم زي ما بعض كده ايه، بنبسط المعلومه، يعني نتكلم انجليش نتكلم عربي، يعني ندي مثال، ندي مثال بالعربي مفيش اي مشاكل، انما هنحل امثله بقى، هنحل مسائل، هنعمل كله بالانجليش. ها النظام ده تمام يا جماعه ولا في حد عنده اقتراح او حاجه؟ تمام. طيب الحمد لله، حلوه تمام بالانجليش دي، جميله استاذ مصطفى. طيب فهنا بيقول لك ايه، بيقوي لك الكومباريزونز المقارنات، ويقوي لك الترانسبرنسي الشفافيه، وكمان الكواليتي، كمان هيقول لك جوده البيانات معترف بيها في العالم كله. يا عم ده انت بتتكلم بمعايير دوليه معترف بيها في العالم كله. انت بتكلمني بتقول لي ان انت عندك 140 دوله ادابتد، يعني ملتزمه بالمعايير المحاسبه الدوليه اكنه قانون، والله امال في دول تانية غير ال 140؟ بس بيقول لك كونفيرج، يعني بيحاول يقرب، ماشي. طيب بص هنا بيقول لك كمان ايه من مزايا الايفرز، ايه اوفرول كوست، التكاليف الاجماليه اوف فاينانشال ريبورتنج كامز داون. لما تعمل تقرير هنا بجاب وهنا بجاب تاني وهنا بمعايير وهنا لا، انت هتقلل التكاليف لان كله هيبقى ايه زي بعض. فور كوربريتس اوبريتنج ان ديفرنت بارت اوف ذا جلوبال، لا مش في كل حته بقى بعمل وبتعامل مع مكتب غير ده ومش عارف ايه، لا في العالم كله ماشي بمعايير واحده، فهقلل تكاليفي وهظبط نفسي. طيب بص بقى الحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها سوا اهو، بيقول لك وين ريفيرينج كولكتيفلي تو ايفرز. لما انا اجي اقول لك انت هتدرس الايفرز النهارده، او انت راجل كواليفايد في الايفرز معاك شهاده دوليه من 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 حاجه كبيره زي الاس سي اي، طبعا الله اكبر من الجميع. هنا اما اقول لك كلمه ايفرز دي، شوف بيقول لك كولكتيفلي اجماليا، يعني ايه بقى ذات مينز او تيرم الكلمه دي، انكلود زي ما قلنا كده الاي اي اس والسيك، السيك دي تفسيراتها، والاي اف ار اس اللي هي ايه، انترناشونال فاينانشال ريبورتنج ستاندردز، وايه تاني وتفسيراتها الانتربريتيشن، هنعرف الاقتصاد دي ساعتها. يعني عايز تقول لي ان انت لما تبقى راجل مؤهل او معتمد دوليا معاك شهاده دوليه بان انت دارس ايفرز، هتبقى عارف الاربع حاجات دي، المعايير القديمه اللي هي الاي اي اس معايير المحاسبه الدوليه وتفسيراتها، المعايير الجديده الايفرز او الاي اف ار اس اللي هي انترناشونال فاينانشال ريبورتنج ستاندرد وتفسيراتها. طيب جميل جدا، يجي بقى يقول لك خلاص انت عرفت كده الايفرز واهميتها والدول اللي تاريخها سريعا يعني، والدول اللي ادابتد ليها، ايه هي بقى الاس سي اي اللي هتعتمد لي الشهاده ان انا دارس ايفرز
قال لك الاي سي سي زي ما قلنا قبل كده الاسوسيشن اوف سيرتيفايد شارترد اكاونتنتس. المؤسسه دي اتعملت امتى؟ المفروض ان هي حاجه تخص انجلترا، يعني زي مثلا زي ما قلنا جمعيه المحاسبين المراجعين في مصر، زي معهد الاي سي بي اي او الاي اي سي بي اي، ومعهد الاي سي ام اي، المعاهد اللي هي ايه الجمعيات المحاسبين الاداريين، المحاسبين الببليك اكاونتنت، جمعيات الموجوده مثلا في امريكا. بس طبعا علشان قويه وعلشان مشهوره وعلشان ليها فروع في العالم كله والعالم كله بمحتاج شهادتها، طبعا بقى زي عصيتها جامد جدا وبقت قويه جدا، واعتمادها الناس بتنبهر كمان في مصر وفي الدول العربيه في الخليج بتنبهر بشهاده جايه من الاي سي سي اي. انشئت امتى؟ 1904. is the greatest او largest and fastest growing global body of professional accountants in the world. من اكبر واسرع نموا الكيانات المحاسبيه الاحترافيه في العالم. شوف بقى ازاي ده بيقول لك كمان largest، يعني اكبرهم مش من اكبرهم. طيب with over 154 الف members. شوف ازاي 100 and ايه، شوف 154 الف members and كام ايه 432 الف student in over than ادي 100 ادي ال 140 countries اللي هو قال لك عليهم. ال 140 countries اللي هي adopted الاي اف اس كلها عايزه تاخد شهاده منين؟ من بلد الاي اف اس، صح ولا لا؟ يعني كله العالم كله اللي بيتكلم انجليزي واللي ما بيتكلمش انجليزي، اللي في اسيا واللي في امريكا، مع ان امريكا بلد الشهادات، بس بيجوا عند التعليم الانجليزي وبيعني بيقفوا كده ايه، بيقفوا انتباه، عارفين ان ايه ان الانجليز اقوية جدا في الشهادات بتاعتهم. طيب يبقى هو هنا بيقول لك 154 الف ممبرز حوالين العالم و432 الف طالب و140 دولة through a network of 83 office all over the world. عندها 83 فرع في العالم كله، يعني مؤسسة ضخمة وكبيرة ومعروفة ومطلوبة وشهادتها مطلوبة طبعا. It is a UK based professional body issuing one of the most high respective and valued international qualification in a business. يعني هي UK، يعني موجودة في United Kingdom المملكة المتحدة، اللي هي professional body يعني كيان محاسبي محترف قوي، وبتدي كواليفيكيشن يعني بتدي لك اعتماد قوي جدا عالمي valued لي قيمة. وطبعا بيقول لك recognized by member states that open union الاتحاد. طبعا هي اهميتها جايه منين؟ لان هي واخده اعتماد او ان هي عضو من اوبين اونيون اللي هو الاتحاد الاوروبي واليونايتد نيشن الاتحاد بتاع دوت الامم المتحده. كل ده يعني بيعرفك قيمتها، والحاجات دي كلها موجوده على السايت بتاعها يا جماعه. طبعا انا هوري حضراتكم السايت وتعرفوا التفاصيل زي كده. طيب اوفر 100 years of providing world class accounting and finance qualification. طبعا هم اكتر من 100 سنه، هو بيقول لك اكتر من 100 سنه، بس احنا النهارده 2015، يبقى كام؟ يبقى 100 و111 باين، صح كده؟ طيب دي احنا كده بناخدنا فكره عن المؤسسه اللي هتعتمد الشهاده. طب الشهاده بقى، الشهاده زي ما قلنا سيرت اي اف ار اللي هي سيرتيفيكيت ان انترناشونال فاينانشال ريبورتنج. ات از ايديال كواليفيكيشن، كواليفيكيشن مناسب جدا، عبقري يعني ايديال احسن حاجه. طب تو هيلب يو ديفلوب ان اندرستاندينج اوف ايفرز، يعني يديك ويطور لك فهمك لمعايير المحاسبه الدوليه، وكمان اعتماد دولي، ورقه معاك ان انت راجل كواليفايد، راجل مؤهل، راجل سيرتيفايد في مجال معايير المحاسبه الدوليه على مستوى العالم كله، معترف بيك من بلد من اوروبا ومن لندن، المكان اللي هو بيتعمل فيه المعايير المحاسبة الدولية لغاية النهاردة. حتى لو امريكا دخلت ما دخلتش، هتفضلوا يروحوا للندن علشان يقولوا لهم هنعمل ايه، هنعدل ايه المعيار ده، كل حاجة جديدة. هوري لحضراتكم السايت بتاعهم
اللي انت بعد ما تدرس الايفرز هتبقى تخش تتابع ايه اللي اتغير، المعيار ده اتعدل ولا لا، في اصدار جديد، مش عارف ايه الحاجات دي. طبعا لازم كل سنه بتبقى تشوف ايه الجديد اللي في الموضوع. طيب حلو، يبقى هو بيقول لي دي ايديال كواليفيكيشن، gain formal recognition for your existing IFAS skills. جميل جدا، اعتراف رسمي بان انت عندك مهارات في معايير المحاسبه الدوليه and knowledge، وفاهم cost effect and flexible، لان هي طبعا مش غاليه قوي، مش بالعكس ده انت هتدفع تقريبا 130 استرليني عشان تاخد الشهاده مش عشان الكورس. الكورس طبعا انتوا شايفين حضراتكم ان هو رخيص جدا، يعني احنا هنشرحها ان شاء الله، وماتيريال قويه جدا ان شاء الله، واحدث معايير نازله بتاعه 2015، ويعتبر ارخص، يعني انا ما شفتش في العالم العربي كله حد قال بالسعر اللي انا قايل عليه ده. انما انا بتكلم على امتحانك وتاخد الشهاده منهم برضو رخيص، يعني 130 استرليني، يعني حوالي 1600 جنيه مصري، يعتبر ارخص واسهل شهاده دوليه في العالم كله. انت مثلا عشان تاخد السي ام اي محتاج لك مثلا 9000 10000 جنيه الشهاده بس الامتحانات، انما الدراسه ممكن تزيد، والكتب والسيديهات والكلام ده بالنسبه للسي بي اي توصل 40 50 كده يعني. انما دي تعتبر رخيصه وسهله، وفي 3 شهور وليك 3 محاولات، يعني يعتبر ان شاء الله اسهل وارخص شهاده. طب هنا بيقول لي ايه سيرتيفيكيت ان اي فاس بروفايدز ا كومبريهنسيف انترودكشن، بتديك مقدمه شامله وبرنسيبلز اوف اي اف اس and is derived entirely online. كل حاجة online، تخش تشترك عندهم في الـ SCCA، تدفع بالفيزا كارد، اي وقت عايز تخش تمتحن عندك ساعة تمتحن فيها، ساعة تحل 25 سؤال، اختيار من متعدد، مش بتكتب حاجة، وبيديك النتيجة وانت واقف، يعني وانت قاعد على النت بتكتب سبميت الامتحان وبتعرف انت ناجح ولا لا. هنتكلم برضو في الامتحان بالتفصيل. This training course will provide you financial solution understand، تعرف الـ الحلول المالية and explain structure of international professional and conceptual framework of accounting، هتفهم المحاسبة كلها من اول وجديد بطريقة قوية جدا. طبعا اللي هو عايز يقوي لغته مفيش احسن من ان انت تدرس حاجه باللغه، عايز تقوي الانجليش، لو قعدت تدرس الكتب الانجليش والجرامر والفوكابلري 100 سنه مش هتتعلم انجليش، غير لما تدرس حاجه تانية غير الانجليش بالانجليش. مفهومه كده يا جماعه ولا غريبه شويه؟ ازاي يعني ايه ادرس حاجه تانية بالانجليش غير الانجليش؟ يعني ما ادرس انجليزي نفسه، لا، ادرس مثلا محاسبه بالانجليزي، ادرس معايير محاسبه دوليه بالانجليزي، دي هتقوي لي الانجليش من غير ما احس. انا عايز افهم الجمله دي، لو في كلمه صعبه عليا هعرفها صح، الجرامر هبقى فاهمه صح ولا لا يا جماعه؟ مش انا عمال ادرس كتب انجليش، لا، دراسه الحاجات الشهادات دي، الحاجات دي بتخليك تقوى في تقوي الانجليش بتاعك، يعني بتنبهر يعني بعد ما تخلص تقول لي ده مستواي زاد جامد جدا بفضل الله يعني. طيب ادي شكل الشهاده، دي الشهاده بتاعتي، وانا مع حضراتكم يعني برضو نتعرف بسرعه. موفق علي، مدرب معتمد من اكاديميه اكسفورد ببريطانيا، عضو البورد الامريكي للمدربين الدوليين، مدرب معتمد من البورد الامريكي، عامل برضه عندهم دبلومة التدريب الدولي الاحترافي الـ IDBT International Diploma in Professional Training البورد الأمريكي، وحصل على دبلوم تدريب مدربين TOT Training of Trainers من الجامعة الأمريكية. ده شكل الشهادة بتاعت الـ CERT IFRS من الـ SCCA. خبرات بتاعتي أنا، كنت اشتغلت محاسب ثم مراجع في قطاعات كتيرة زي القطاع الخاص والقطاع الحكومي، اشتغلت محاضر بأكثر من 15 سنة في بعض الشركات انا كاتب اسمها، حضرت في الـ IFRS والـ CMA والـ Accounting ICDL Oracle Financial. الشهادات معايا معايير المحاسبة الدولية IFRS وماجستير علوم حاسب، دبلوم الدراسات العليا في علوم حاسب جامعة القاهرة، الله يخليك ربنا يبارك فيك، دبلوم الدراسات العليا المراجعه والضرايب من جامعه عين شمس، وطبعا البكالوريوس 95
دي شوية مهارات وتدريب، الاي دي بي تي، تي او تي، برامج المحاسبية طبعا كلنا بنطلع بناخد كورسات فيها، واخد بال حضرتك، الاي سي دي ال من اليونسكو، معايير المحاسبة المصرية، السي ام اي، الاوكر فاينانشال، طبعا اكتساب مهارات إدارية والحاجات دي كلها، والبيزنس انجليش ومش عارف ايه. دي اللي عندي 4 ايميلز اللي عايز يتواصل معايا تحت امره في اي حاجه، ودي تليفونات، ودي مدونه الكترونيه كنت بحط عليها الفيديوهات، يعني الكورسات مجانيه بعملها وكده. بس هو للاسف يعني الكورس ده مش مجاني، الكورس ده مخفض جدا، يعني انت حضرتك هتشوف ان هو في اماكن بتوصل ل 10,000 عشان تدرس شهادات دوليه زي كده، وفي 5,000 وفي ارقام كبيره. بس انا بقول ان انا لو خليت الحاجة مجانية، ما يعني جربت قبل كده، محدش بيلتزم، محدش بيجي، فأنا قلت ما يبقاش السعر تجاري، إنما يبقى كده حاجة رمزي، يعني بحيث إن أنا ألزم نفسي، وإن الناس اللي هتحضر معايا هتبقى ملتزمة وتستفيد. الماتيريال طبعا احترافية، والمحاضرات هتشوفوا حضراتكم مسجلة، دي قناتي على اليوتيوب، ودي الصفحة بتاعت الفيسبوك، وده حساب اللينكد ان، ودي لما هنا بنتكلم على الايفاز وشهادة الاس سي اي سيت اي اف ار من الاس سي اي، الشهادة بتاعت الدولية بتاعت ان انت درست اس سي اي. هيقول لك انت هتدرس المعايير دي، ايه المعايير دي؟ زي ما قلنا كده، المعايير اللي هي انشأتها الاياسك، مين فاكر الاياسك يا جماعة؟ International Accounting Standard Committee، لجنة إعداد المعايير، صح؟ دي اللي أنشئت أيام إيه؟ الاتحاد الأوروبي اللي كان موجود أول ما بدأ 73، تمام؟ طيب، أمال عملوا قد إيه؟ عملوا 41 معيار، أدي دي الإيه؟ أمال أنت هنا بتقول لي 1 2 8، أمال فين 5 و6 و7 يا عم؟ أنت ما بتعرفش تعد ولا إيه؟ ها مين يعرف يا جماعة؟ فين 5 و6 و7؟ وقعوا؟ هنا في 9، فين 9؟ وقع ولا ايه؟ احنا لسه قايلين ايه؟ ان الاياسب اتلغوا. برافو، ما شاء الله ما شاء الله، في ناس ايه شاطرين ومركزين، ما شاء الله لا قوة الا بالله. يبقى اتلغوا زي ما قلنا، ان الاياسب اللي هي ايه، خلف للاياسك. ايه الاياسك دي؟ الكوميتي، اللجنه بتاعت اعداد المعايير، انما الاياسب اللي هو البورد، مجلس اعداد المعايير، اللي هو شغال دلوقتي. من امتى بقى؟ من 2001 لغايه النهارده شغال في لندن. بدا يلغي او يدمج بعض الاي اي اس في ايه؟ يطلع لك ايفاز. برافو يا استاذ عادل، وبرافو يا استاذ هشام، ما شاء الله عليكم وحضراتكم زي الفل. تمام؟ طيب، هتيجي تقول لي بقى هو انا هدرس 41 معيار؟ لا، مش من الاي اي اس، اتلغوا. دلوقتي بقى حوالي 28 او اقل يعني. طيب، الايفاز طلع 13 معايير، بس في 4 اتلغى او حاجه، يعني في برضه 2 3، وفي 2 اللي هم 14 و15 لسه هيبقوا اكتف 2016 ان شاء الله، 2016 2017. فانت عندك لغايه ايه؟ ايفاز 13. طيب، يبقى دي المعايير. تدرسها بقى في بريطانيا، في انجلترا، في امريكا، تبع الاي سي سي اي، تبع الاي اي سي بي اي، مش مشكله. طب امال ده ايه ده بقى؟ انا جايب لحضراتكم صوره، يعني جايبها كده برنت سكرين من الموقع بتاعهم. ده موقع ايه ده بقى؟ مين يعرف موقع الاياسب؟ شوف ازاي اهو الاياسب، اهو ايه الاياسب دي؟ دي ايه؟ مين يعرف الاياسب اللي هي ايه يا جماعه؟ دي اللجنه، سوري، البورد، المجلس بتاع الايه؟ بتاع المعايير. وادي الموقع بتاعهم، اللينك اللي عايز يدخل عليه هيدوس عليه كده كليك هيدخل. هبعت لحضراتكم الفايل بي دي اف، ده الويب سايت بتاع الايه؟ الستاندرد سيت اب. طيب، وده برضه انا واخده برنت سكرين الويب سايت بتاع الاي سي سي اي، ودي الصفحه بتاعت الشهاده، يعني دي السيرت اي اف ار اهي، سيرتيفيكيت ان انترناشونال فاينانشال ريبورتنج،
وطبعا انا تحت امر اي حد عايز يسجل، بس انا افضل ان هو بعد ما يذاكر. يعني احنا ان شاء الله ناخد 3 شهور هنشرح التفصيل للممل يعني للشهادة بإذن الله، ونحل مسائل وتحس ان انت قوي جدا وهتخش تقطع امتحان ان شاء الله. فتخش بقى تسجل، لو دخلت سجلت معاهم هيديك 3 شهور تدوس على ابلاي ناو. دي هنعرف ازاي بالتفصيل، وهبقى متاح في اي وقت. طبعا احنا اونلاين مع بعض على طول، ان احنا في اي وقت نخش ونشوف ازاي تسجل وازاي ايه. وادي اللينك اهو، اللينك بتاعهم اهو، وادي الصفحة ازاي تخش تسجل وازاي تخش تمتحن وتستلم الشهادة. ده السيلابوس. السيلابوس اللي هو ايه؟ المنهج بتاعك. هو عنده 9 مديولز، بيقول الاول الفريم ورك ومش عارف ايه، وبعد كده بيكلمك على التطور من الاياسب والاياسك. عرفنا احنا حاجات كتير كده في الدردشه بتاعتنا مع بعض كده، هنتكلم طبعا في التفصيل ساعتها ان شاء الله. وجايب لحضراتكم احدث ماتيريال واحدث معايير واحدث انتربريتيشن، يعني هنحل على احدث حاجه ان شاء الله. وادي الخمسه وسته المديولين اللي هم اللي بعد كده، وادي 7 و8 و9 البروبوزال تشينج، يعني التغييرات اللي هتحصل. وهنا المقارنه ما بين اليو اس جاب للناس اللي بتدرس مثلا سي ام اي وسي بي اي والحاجات دي، بيدرس كل المحاسبه بالجاب الامريكي، واخد بالك؟ تيجي النهارده ايه يقول لك طب انا هاخد شهاده من انجلترا، لا لازم تبقى عارف بقى ان في فروق ما بين الجاب الامريكي. فهنا مديك فصل كامل، برنسبل ديفرنس بتوين اليو اس جاب او اليونايتد كينجدم جاب، الجاب الانجليزي او الجاب الامريكي، والايفرز بقى معايير المحاسبه الدوليه في العالم كله بقى دي. تعرف الاختلافات. ده السيلابوس، التسع مديول دول ان شاء الله هندرسهم باذن الله. وده احنا هنا جايب لحضراتكم من الموقع بتاعهم، يعني الكلام ده انا مش مألفه، الكلام ده من الموقع بتاعهم. هو بيقول لك هنا انت عشان تلتحق بشهاده السيرت اي اف ار اللي بتديها الاي سي سي اي، تعتمدك كراجل فاهم اي اف ار اس، محتاج ايه؟ فهنا بيقول لك الانت ريكويرمنت، ايه الشروط اللي انت تخش تاخد بيها الشهاده دي؟ هل لازم يكون معاك مش عارف شهاده دوليه؟ هل لازم يكون ده واخد ماجستير دكتور؟ لا لا لا. فهنا بيقول لك ايه؟ نو فورمال كواليفيكيشن ار ريكوايرد، ما عندوش اي مطالب رسميه. ديزايند فور بروفيشنال اكاونتنتس، انت راجل محاسب and the auditor qualified in national accounting standard، انت النهارده محاسب وشاطر في مصر، عندك في السعوديه، في اي دوله عربيه او اجنبيه، سوري، حلو، محاسب او مراجع، تقدر ان انت تخش تلتحق. مفيش اي formal qualification، مفيش requirements، مفيش متطلبات خاصه بالشهاده دي. حلاوه الشهاده ان هي سهله، بس هيمتحنك امتحان، هو الامتحان قوي يعني، هم 25 سؤال، اي نعم مالتيبل تشويز، مش هتكتب حاجه، بس مش هتعرف تحل لو انت مش فاهم، صح ولا لا؟ طيب، يبقى this with experience but no formal auditing or accountancy qualification can also register. حتى اللي هو عنده خبره في المحاسبه وما عندوش مؤهلات محاسبيه او في المراجعه يقدر برضو ايه يخش. فلذلك انت بتخش، هنوري لحضراتكم ازاي تعمل ريجستر. الورك اكسبيرينس، الخبره، هنا بيقول لك نون انفولفد ان كواليفاينج بات ذا كواليفيكيشن از ديزايند تو ا كومباني ريليفانت ورك. طيب، يعني برضو هنا لا في عنده كواليفيكيشن للشهادات ولا للخبره العمليه. طيب، هنا نمبر اوف اكزامز، هتمتحن كم مره؟ اصل الاي سي سي اي كبيره، الشهاده كبيره، بتمتحن 14 امتحان، انت عندك 14 ماده، تمام؟ انما هنا ايه هو بيقول لك؟ وان اونلاين مالتيبل تشويز اسسمنت، التقييم بتاعك او الامتحان بتاعك ساعه، بتمتحن 25 سؤال اونلاين مالتيبل تشويز كويشنز، يعني بيكتب لك، بيجيب لك قطعه كده ويديك 4 اسئله، بتختار السؤال وبتدوس ايه سبميت، او بتدوس ان انت خلاص هي دي الاختيار بتاعك، وتيجي في الاخر تراجع اجاباتك خلاص بتدوس سبميت الامتحان كله، بيقوم مدي لك النتيجه بتاعتك وانت ايه وانت قاعد. فدي حلاوتها ان هي سريعه، بس طبعا الامتحان مش 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 سهل، مش هايف، لازم تكون فاهم فعلا، فاهم معايير. طيب، هاو لونج داز ات تيك، هو بيقول لك افريج اوف 20 اورز، يعني هو بيقول لك المفروض انت تذاكر 20 ساعه 20 ساعه بس، ده رقم قليل جدا. احنا ان شاء الله عاملين في الثلاث شهور بتوعنا اكتر من 90 ساعه،
او حوالي 90 ساعه يعني. احتاجت اكتر؟ ماشي. احتاجت اقل ان شاء الله يعني، مفيش مشاكل. طيب how it works، هو هنا بيقول لك ان انت ممكن تبقى member او studying for another qualification as ACCM member can count toward towards your continuing professional development. طيب انت بيبقى في عندك حاجه اسمها بالناس اللي هي الناس الممبر في الاس سي اي، عنده حاجه اسمها continuing professional development، يعني عنده ساعات كده ايه يعني لازم ياخد ايه تعليم مستمر، دي تعتبر ان هي هتحسن لك التعليم المستمر. طيب the certificate is assessed by، زي بيأكدها لك تاني اهو، one hour exam، هو ساعة بتمتحن multiple choice question، بتمتحنها ايه اونلاين. طيب والباس مارك كانت عشان تنجح تجيب كام؟ 50%، حاجة مثلا زي السي ام اي لازم 72% حوالي يعني 72. طيب الفيز كفر تو اتمبتس، زي ما قلنا كده في الصلاه الجايه ان شاء الله، في بنقول ال 130 استرليني، الفيز دي بتغطي لك الايه ثلاث محاولات. فهو هنا بيقول لك تو اتمبتس تو ريسيت ذا اسسمنت اف يو فيل، لو انت فشلت في اول محاوله ليك كمان محاولتين من ضمن الفلوس، يعني مش هتدفع فلوس تاني. But must be taken within 3 months. عندك 3 شهور تحاول تمتحن وتاخد الشهادة. Of assessing the online course. أصل هو كمان بيدي لك كورس، يعني هو بيدي يعني ممكن متاح ليك بس الكورس بالنسبة له إيه؟ إن هو بيحط لك الماتيريال. الماتيريال ممكن تخش وفي عنده اختبارات وبتاع، بكام؟ ب 130 تاني. يعني ب 1600. ففي ناس طبعًا تقول لك أنا مش هفهم منهم حاجة، أنا عايز حد يشرح لي. فاحنا الحمد لله يعني ما اقل من نص من نص التكلفه بتاعتهم، وهنشرح ان شاء الله بالتفصيل. طيب طبعا هو بيديك فوق يعني باختيار، يعني انت داخل للامتحان بس الاسسمنت بس، او داخل الكورس يعني تاخد الكورس في 3 شهور وتمتحن. بس طبعا غالبيتنا هنخش نخش على الاسسمنت على طول عشان نقلل التكلفه يعني. If you don't pass after 3 attempts، لو انت بقى خدت الثلاث محاولات وما نجحتش فيهم، you will need to pay another registration fees to attempt the assessment again giving you further 3 attempts to pass، ان انت هتدفع تاني ويديك برضو ثلاث محاولات تاني. طبعا ان شاء الله كلنا باذن الله بالنجاح، ان شاء الله اللي هيخش ان شاء الله معانا مش هيحتاج ان هو يدفع تاني ولا حاجه. طبعا بيكلمك ان هو انت you can apply online at any time، عندك الثلاث محاولات في الثلاث شهور، ممكن في اي وقت تخش ان شاء الله حتى من عندك في البيت ومداخل على النت ودافع، وقصدي داخل ممتحن. when you have paid by credit card، لما دفعت بالكريدت كارد، you will get access to online course او الاسسمنت. طبعا انت لو مشتركتش في الكورس تشترك في الاسسمنت على طول ثلاث شهور، وبيقول لك انت لو هتذاكر 20 ساعة بس، وعندك زي ما قلنا كده ال 1 hours وال 15 multiple choice، ونفس الكلام ده قلناه قبل كده، الباس مارك 50، وعندك 3 محاولات في 3 شهور. طيب هنا بقى بس ملحوظه، بيقول لك ان الفيز بتاعته 130، لو انت 130 استرليني زي ما قلت لحضراتكم كده حوالي 1600 مصري، لو انت عايز الماتيريال هيبقى ايه تدفع 130 تاني، لو انت عايز الاسسمنت بس اللي هو الامتحان والشهاده هتدفع 130 بس. يعني هو بيقول لك لو الاثنين مع بعض هيعمل لك خصم، يعني يبقى 235 يعني بدل ما تدفع 260، يعني حاجه زي كده يعني خصم، يعني كلام فاضي 25. طيب يعني غالبيه الناس بتذاكر وكده وبعدين بتخش تمتحن. يعني طبعا بيقول لك الكورس اوبجكتيف، الكورس ده سواء انت ذاكرته مع نفسك يعني او مع في مركز او حد زينا او كده، هتستفيد ايه يعني منه؟ help you to understand او to help you understand، تفهم how international financial reporting standard اللي هي الالفاز are used around the world، ازاي الناس بتستخدمها او المعايير الدولية بتستخدم ازاي حوالين العالم. to explain how، تاني حاجة explain how the international financial reporting standard او الفاونديشن بقى ال IFRS F اللي هي الفاونديشن اللي هي بقى الايه المنظمه بتاعه اعداد المعايير، اللي هي تعتبر بقى بيقول لك ان هي الامبريلا، اللي هي في كيانات تانية غير الاسب
بس الفاونديشن هي اللي بتنظم العمل. هناخدها ان شاء الله في حاجه اسمها الاطار التنظيمي الريجولاتوري فريم ورك، الانترناشونال اكاونتنج ستاندرد بورد اللي هو الاياسب ورك، ايه طريقه عملهم وبيعملوا ايه وبيطوروا المعايير ازاي وبيبداوا معيار جديد ازاي او بيلغوا معيار ويحطوا واحد جديد ازاي. هاو تو ورك اند هاو زي ار بينج تشينجد، دي الحاجات دي تفهمها ان شاء الله. تاني حاجه ايه؟ تالت حاجه ايه؟ تو اكزامين ذا فاندمنتال ريكويرمنتس اوف ايفاز. ايه المتطلبات عشان الشركه بتاعتك تطبق الايفاز اون ستاندرد باي ستاندرد بيز، تاخد تدرس بقى معيار معيار تعرف كل معيار متطلباته ايه. تمام. طب تالت حاجه بروفايد جايدنس اون هاو تو يوز ايفاز امباكتس، محتاج تاخد بقى توجيهات، تعرف توجيهات كويسه ازاي بقى تطبق وازاي تحل مسائل، ازاي تشتغل بقى عملي في الايفاز. تمام يا جماعه. اخر حاجه عندنا اللي هو بقى ايه؟ الكورس بتاعنا احنا، كل اللي فات ده بنعرف في الشهاده وازاي تاخد الشهاده من عندهم بس بعد ما تكون ذاكرته خلاص. الكورس بتاعنا احنا دي اخر سلايد خلاص، هو اونلاين كورس زي ما حضراتكم شايفين، محاضرات زي كده. اللي هيشترك ان شاء الله معانا هيتبعت له اللينكات بتاعت كل محاضره، هيدخل على المحاضره هيقدر يشوف الماتيريال ان شاء الله، احدث ماتيريال واحدث معايير واحدث اسئله، واسئله من عندهم من الاس سي اي، من اللي بيجي منها يعني 75% بتيجي منها في الامتحان. انا مش عايز اقول طبعا ان احنا مش هنغش، لا احنا طبعا اولا بنبقى فاهمين معيار معيار فاهمينه قبل ما اي حاجه، بس احنا عندنا الحمد لله امثله من اللي بتيجي عندهم بيجيبوه عندهم تيبيكال بالارقام في في الامتحان في الاس سي اي، لان هو الامتحان كله كمبيوترايز، بيعمل كده راندوم اكسس وبيختار اختيارات عشوائيه كده ويجيب لك السؤال، عنده كميه يعني ايه داتابيس كده كميه من الاسئله وعارف يعني عنده ايه الاجابات، لذلك بيديك بيصححها لك وانت قاعد، بيديك النتيجه وانت قاعد. طيب خلاص احنا ان شاء الله زي ما قلنا الكورس اونلاين، وهنتكلم بقى في الاونلاين ازاي وايه فوائده وايه مزاياه وازاي تخش على تتابع ازاي، وطبعا المحاضرات مسجله وببعت لحضرتك تسجيل المحاضرات، المحاضره كمان مسجله صوت وصوره بعد المحاضره، ببعت لك تسجيلها مش بس ببعت لك اللينك قبل المحاضره، ببعت لك تسجيلها كمان، والماتيريال احدث حاجه انكلود اول ستادي ماتيريالز يو ويل نيد، والاسئله وكل حاجه ان شاء الله. طبعا زي ما بقول لحضراتكم سيمبل اكسبلينيشن، شرح يعني سهل زي ما حضراتكم شايفين كده، لو شايفين اي ملاحظه او حاجه يا ريت تقولوا، يعني ان احنا بنتكلم انجليش وعربيك صح ولا لا، ويز اكزامبلز هنتكلم برضو بالامثله بالمسائل كده. طيب وان شاء الله الكورس بتاعنا تو لكتشرز بير ويك، يعني محاضرتين في الاسبوع ان شاء الله. طيب 3 مانس اباوت زي ما قلنا كده 90 تريننج اورز، يعني حوالي 90 ساعه ريكوردد لكتشرز اند هاند اوت، المحاضرات كلها مسجله صوت وصوره زي ما حضراتكم شايفين كده، تقدر تراجع المحاضره، تقدر تسمعها تاني، المعيار ده محتاج تسمعه تاني، محتاج تشوف الاسئله تاني، والهاند اوت زي ما قلت لحضراتكم احدث هاند اوت ان شاء الله تبقى عند حضراتكم، وهيلب يو تو ابلاي، يعني انا هساعدك ان شاء الله ان انت ممكن اللي عايز يسجل مش عارف يسجل، اللي عايز يخش يدفع بالفيزا كارد، اللي عايز يسجل، اللي عايز يحدد ميعاد امتحان، ان شاء الله هنبقى مع بعض. ثانك يو، واسف جدا، شكرا، واسف جدا لايه؟ للاطاله على حضراتكم. في اي سؤال؟ استاذ تامر بيقول لي كان يو جو باك تو سلايدز، حاضر تو سلايدز. يعني احنا دلوقتي في 23 نرجع نبقى في 21، هي دي يا استاذ تامر؟ هي دي، انت عايز منها ايه؟ قول لي اللي انت مش فاهمه فيها وانا تحت امرك. اف يور استاذ مصطفى بيقول اف ذا كورس ريكوردد اور لايف، لا لا لايف زي ما حضرتك شايف كده، انا بقول لحضرتك انا هبعت اللينكات حضرتك هتخشوا. تمام. طب الحمد لله. استاذ تامر بس فكر قول لي انت عايز ايه من السلايد اللي هي دي 21 دي، وانا تحت امرك اعيد لك اللي انت عايزه تاني، اقول لك الامتحان كله تاني، اشرحها لك كلها بسرعه تاني. طب على بال ما استاذ مصطفى استاذ تامر يرد هرد على استاذ مصطفى. استاذ مصطفى كان بيقول المحاضرات لايف ولا مسجله؟
المحاضرات لايف يا استاذ مصطفى، وببعت لك اللينكات قبل كل محاضره. يمكن استاذ عادل المصري حضر معايا قبل كده، استاذ يا ريت استاذ عادل يقول لنا رايه. انا ببعت اللينكات قبل المحاضره، حضرتك بتخش المحاضره بيبقى معاك كمان الماتيريال، ببعتها لك قبل المحاضره الماتيريال اللي انا بعرضها دي، وبتشوفها وبنتكلم عليها وبنسال عليها. انت بتسالني عايز ايه، الشات زي ما حضراتكم شايفين كده. استاذ عادل المصري بيقول الشرح كان رائع وكانه بالعربي. الحمد لله، ربنا يكرمك يا استاذ عادل، وكمان الالتزام الحمد لله. طب ربنا يكرمك. الراجل ده كان مجرب معانا في شرح الكتب بتاع دونالد كيسو. دونالد كيسو ده يا جماعه بيسموه ابو المحاسبه، بيسموه ابو المحاسبه يعني. ايه كمان الالتزام في المواعيد وارسال كل المتينة. ربنا يكرمك، الله يخليك يا استاذ عادل. ده الراجل ده بقى الحمد لله يعني ايه، خبره سابقه او سابقة اعمال يعني. الراجل ده حضر معانا والحمد لله فعلا زي ما بيقول كده. فعلا انا كنت الحمد لله وهم طبعا الناس كانوا كويسين وملتزمين الحمد لله. الجروبات اللي معانا كلها هي دي تاني جروب للاي اف ار اس بالنسبه للسي ام اي، اللي هيبدا هيبقى تالت جروب ان شاء الله ليا، مش اول مره. وهنقول برضو مزايا التدريب اونلاين. في مزايا جميله جدا، ان انت مش محتاج تروح للمحاضر، مش محتاج تضيع وقت وتبقى رايح الجامعه ولا شركه التدريب ولا المكان دون عرقان وتعبان ومضيع ساعتين في المواصلات ومجهود وفلوس. لا، ده انت في مكانك ممكن تتابعها من الشغل، من البيت، من حتى لو عندك مقاهي الانترنت جنبيك كده. كيفيه التدريب على الامتحان ان شاء الله هنبقى مع بعض يا استاذ عادل. هو احنا لما كنا قبل كده كنا بعمل اسئله زي بتاعت الامتحان ان شاء الله. طيب زي ما قلت لحضراتكم كده، ببعت الماتيريال قبل المحاضره واللينكات، وكمان بعد المحاضره ببعت لكم التسجيلات. ماشي، احنا ممكن نتأخر شوية لصلاة العشاء. طيب أي سؤال يا جماعة؟ طيب احنا إن شاء الله ناخد بريك، ممكن ناخد بريك كده بسيط ونبقى إن شاء الله نكمل في موضوع الـ CMA. إيه رأي حضراتكم؟ ناخد بريك كده ولو 5 دقايق ونكمل في موضوع الـ CMA. احنا كده خلصنا الـ IFRS. لو في حد عنده سؤال. طيب اشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5 دقايق ان شاء الله ونكمل في